الأجهزة الإلكترونية صارت جزء أساسي من حياتنا ما بنقدر نستغني عنها. أنا شخصياً إذا بنسى الموبايل لو بعيد عن البيت ساعتين برجع للموبايل. اطلعوا حواليكم كم جهاز في موبايل، لابتوب، تلفزيون، جهاز تبريد، غسالة، كم جهاز موجود بالبيت. وتخيلوا كمان من الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه ممكن تتحكموا بكل هاي الأجهزة، يعني بتقدر تحكي للتلفزيون متى يشتغل ومتى يطفي، للتبريد نفس الإشي، وممكن كمان تحكم على الغسالة. الحياة بتصير كتير أسهل. الشركات الضخمة ما شبعت إنها تصنع لنا أجهزة رائعة، بل كذلك صارت تشتغل على أنظمة لتحطها داخل الأجهزة لتصير الأجهزة تستوعب علينا أكتر إحنا شو بدنا منها، وما نضطر كل مرة من أول وجديد نفهم الجهاز شو اللي بدنا إياه. البوسترات للأفلام اللي بتشوفوها حالياً، احذروا شو العامل المشترك فيها. صحيح، العامل المشترك هو الاي اي او الذكاء الاصطناعي، واللي بيحاكي الذكاء البشري، واللي بيقدر يستوعب ويفهم علينا مع الوقت اكثر. كل ما حكينا معه اكثر واعطيناه معلومات اكثر ومدخلات اكثر كانت المخرجات زي ما بدنا واكثر. كيف يعني؟ تعرفوا كيف لما تعملوا سيرش مثلا على موديلات سيارات 2019 فجاه كل الفيسبوك وكل الانترنت بصير يطلع لكم هاي الدعايه؟ هذا اسمه ديب ليرنينج، يعني الجهاز عم بيتعلم يفهم عليكم اكثر، بيتعلم منكم كيف بتحكوا معه وشو بتكتبوا عليه لحتى يعطيكم النتائج بافضل صوره ممكنه. شو العلاقه السحريه اللي بتجمع بين الاي اي وشاشه ال جي الموجوده معنا هون؟ العلاقه السحريه انه نظام الاي اي الذكي دخل شاشات ال جي وصارت الشاشات اسهل نتعامل معها، صارت تفهم علينا، ومش بس تفهم علينا، تفهم علينا بلغتنا بالعربي، ومش بس بالعربي وبلهجتنا كمان. غير انها بتفهم علينا بالعربي، اتطورت صورتها وتطور صوتها وصرنا نعيش بجو سينمائي كامل كله بسبب الاي اي. صرت لما بدي ابحث عن طبخه معينه اعملها التلفزيون يساعدني ويطلع لي وصفات مختلفه، ومش بس من اول مره. ولما اعمل بحث عن فيلم معين بضل التلفزيون يعطي لي نتائج عن هذا الفيلم، وين وصل بدور السينما، ارباحه، مين المخرج، شو التعليقات عليه. صرت انا عايشه بعالم كتير سهل، التلفزيون ببساطه نظامه صار ذكي، شو ما بعطيه، شو ما بيعطيني وأكثر.